رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي كابتن ياسر الرملي. يعني الف مبروك، بطوله عزيزه وبطوله كبيره في بدايه موسم، في بدايه فتره اعداد، الظروف كلها كانت صعبه، لكن دايما عودتونا في النادي الاهلي مفيش مستحيل، وبطوله كبيره بتخش بطولات النادي الاهلي. الحمد لله ان احنا رجعنا بالكاس زي ما وعدنا، زي ما بقول لحضرتك بطوله صعبه زي ما حضرتك قلت كده في اول السيزون، انما احنا بقى لنا شهرين الولاد والجهاز وشغالين ان احنا ان شاء الله البطوله دي نرجع بيها. البطوله كانت غايبه بقى لها 3 سنين، فالحمد لله بدايه موسم قوي، يا دوبك ما عندناش وقت نفرح، خلاص احنا النهارده اخر حاجه لينا. ان شاء الله يوم الاحد بنبتدي تدريباتنا تاني، عندنا بطوله تانية قويه جدا كمان 10 ايام، ربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نرجع ونجيب بطوله تانية للنادي الاهلي باذن الله. كابتن، يعني كان من وانتوا في المغرب بتتكلموا في بطوله السوبر وفي تدعيمات، يعني طمنا على الاستعداد لبطوله السوبر. والله يعني احنا يعني اشتغلنا خطوه بخطوه، بطوله ببطوله وماتش بماتش، وان شاء الله احنا خلاص قفلنا بطوله افريقيا، دلوقتي بنستعد لبطوله الكاس اللي يعني يمكن ظروف في البطوله عندنا اصابتين، بس ان شاء الله الولاد الموجودين قادرين، وان شاء الله بنوعد جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان احنا هنبذل اقصى جهد لينا عشان باذن الله نرجع بطوله ثانيه غايبه على النادي الاهلي.